صوره الدايره على طول. ايوه دي انت كده لحمتها. تمام. مساء الخير اعزائي مشاهدي ومتابعي ابو بيبي الميديا. معانا النهارده من محافظه المنوفيه الباشمهندس اسلام، اقترح حاجه جميله جدا. كمل حضرتك. كده انت بتلحم الحديد يا باشمهندس، صح كده؟ تمام. تمام، ورينا كده ال تمام كده الحديده اتلحمت، صح كده؟ تمام. كلمنا بقى عن الاختراع ده او الابتكار ده، يعني قول لنا انت عملت ايه بالظبط، والابتكار ده يعني رخيص جدا. السلام عليكم. انا جبت ميه عاديه خالص اهيت، بقى ملح بتاعت. عرفنا بنفسك الاول والحاجات اللي انت عملتها قبل كده. السلام عليكم، انا اسلام سعيد رشدي زايد. انا فاتح ورشه صيانه تركيزها كهربائيه. انا ما اعرفش الاجهزه الكهربائيه صيانه. انا جيت في دماغي لان الفكره ديت، لان انا ما عنديش مكنه لحام، ما كانش عندي معيش فلوس ان انا اجيب مكنه لحام. جيت معايا الفكره ديت ان انا اعمل فكره ان انا الحم بيها الصاج اللي هو بتاع الثلاجه اللي بقى فيها برومه، بلحم صاج مكانها. جبت ميه وحطيت في قلبها ملح، وادي زي ما انتم شايفين السلوك، وادي اللحام بتاعها كده، ما يعملش اي ماس كهربائي او اي حاجه او اي مشكله. في ناس بتتكلم في اللايفات الاخرانيه يقول لك ممكن تعمل ماس كهربائي قادر بينسى. ده معنى كده ان هو امان. امان، مفيش اي حاجه. انا ماسك الكهرباء اهيت، ادي السلك اهوت. الناس اللي بتقول بالكهرب وخطر، ماسك السلك اهوت. يعني انت السلك بالنسبه لك كده امان، يعني مفيش أمان. اي مشكله فيه. الناس بتقول في اللايفات الثانيه بتقول كهرب وممكن تموت وممكن تعمل صاعد كهرباء، ادي السلك بايدي اهو. هو السلك كده في الميه والسلك في الكهرباء. في الكهرباء ممكن تمسكيه انت بايدك كمان. لا انا مش همسك حاجه عشان انا بخاف. والله بخاف عشان انا جبانه وبخاف. لو هو كده السلك في الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، وخلى واحد يمسكه لان انا صراحه جبانه وبخاف. مفيش اي كهرباء خطر. يعني بالنسبة لك الموضوع كده، انت قلت بقى ان انت لقيت ان المكنة التانية مكلفة، فقلت اما تعمل دي. اعمل ديت وهتساعدني، وعشان حتى ظروف الناس، عشان ما اغليش الحاجة على الناس، وعلشان ادولهم الحاجة بسعر بسيط. يعني الموضوع جالك ازاي؟ يعني انت فكرت فيه ازاي؟ فكرت فيه، انا قلت لكذا واحد انا اخد منهم المكنة الحم بيها، كله مرضاش. يعني ناس من عندي من البلد قال لك لا ومش لا. جيت قعدت افكر في الفكره ديت وعملتها واشتغلت الحمد لله. يعني هي اشتغلت الحمد لله. اشتغلت ولحمت بيها والدنيا تمام. يعني خدت وقت معاك قد ايه تقريبا؟ خدت وقت يوم. يوم. انا حطيت المقادير وحطيت حاجه بالظبط كده. انت بتشتغل في المجال ده اصلا بقالك قد ايه؟ بقالي 12 سنه. عشان كده 2011. عشان كده قدرت انك تعمل الحاجه دي على طول؟ مش علشان كده قدرت اعمل الحاجه دي على طول. جميع المصريين كلها فيها افكار كتير في دماغهم، وممكن يعملوا اي حاجه تخطر في بالهم. بس الحديده دي، الصاجه دي حديد في حديد يعني. حديد في حديد. امسك المايك بقى. تمام تمام، كمل حضرتك. انت قلت انت بتستخدمها على اساس ان ايه؟ ان ما تغليش الحاجه على الناس. ما تغليش الحاجه على الناس، وبرضه هتفيد اي حد. يعني اي حد فاتح ورشه، اي حد عايز يلحم. ممكن الفكره الجايه بقى كمان هشغلها بدون كهرباء، بدون الكهرباء دي خالص هشغلها.
الفكره الجايه انك هتولد كهربا من غير ما نحط فيشه من غير كهربا ما احط الفيشه، من غير اي حاجه خالص. وبرضه في حاجه تانية هعملها، اللي هو بسطب برنامج دلوقتي اللي هو معلش يا جماعه احنا بنأسف لقطع الارسال كل شويه من الشبكه. كلمنا بقى عن انت قلت انت بتعمل ايه تاني؟ بعمل دلوقتي تطبيق، بسطب تطبيق يبقى التليفونات اللي هي بتتسرق الايام اللي فاتت دي، في تليفونات كتير بتتسرق. البرنامج ده، التطبيق ده بتحط فيه رقم التليفون اللي هو كان في قلب التليفون اللي اتسرق. التطبيق ده بيحدد موقع التليفون المسروق، حتى لو عمل له سوفت وير بيحدد موقع التطبيق، موقع التليفون المسروق، والكاميرا تقدر تفتح يعني، وما بتعرفش كمان اللي ماسك التليفون اللي هو خده صوره. الكاميرا بتفتح وبتصوره، بتصور الشخص اللي ماسك التليفون وبتحدد موقعه. يعني مع التطبيق بتاعك هننسى ان التليفون يتسرق مننا اصلا، يعني لان لو اي حد عرف ان التطبيق ده هيتطبق مش هيسرق التليفون. بس في التطبيق ده مش، حتى مش هيعرف اصلا اللي في التليفون ده تطبيق. التطبيق ده ممكن على طريق حاجه اسمها اندرويد، اندرويد والاب ستور بتاع التليفون. هي ده كان اول حاجه انت بتفتكرها، موضوع الميه واللحام. قبل كده حاجات كتير، بس ما عملت ايه مثلا قبل كده؟ عملت كهرباء الايام اللي فاتت ديت لما كان النور بيقطع. طبعا هنا الورشه عندي بتضلم كلها. عملت نظام موتورين في بعض، واللي انا عرفت ان انا اولد كهرباء اللي هي تشغل لي كلندا او لندتين، وتشغل لي الصاروخ كمان اللي انا اقطع بيه، وتشغل لي الدنيا والنور ارضي. عشان ما اخرش الحاجه على الناس. بس طب امسك دي وادخل جوه في الظل وانا هتكلم معاك، انا كده كده المايك طويل. بتقول حضرتك ايه بقى؟ تعالى كده. انت عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ الفتره اللي فاتت عملت نظام مولد كهرباء بموتورين، موتورين بتاع غساله عاديه، غساله النص دي. عملت نظام توليد كهرباء. طبعا الميه اصلا ذات نفسها بتولد كهرباء. عملت نظام ميه وموتور بايظ بتاع غساله عاديه، غساله النص اوتوماتيك دي. قدرت ان انا اعمل اولد كهرباء منهم، واللي انا اقدر اشتغل والنور قاطع، والحمد لله نجحت وكانت شغاله وزي الفل. يعني افادتك كتير موضوع لو الكهرباء قطعت بتقدر تتعامل في شغلك عادي؟ يعني اقدر اتعامل في شغل عادي، مفيش حاجه بتتقفل الحمد لله، كله بامر ربنا. كله بامر ربنا. طيب قول لنا تاني برضو اللي هي الطريقه دي، انت متاكد ان الطريقه دي؟ اصلا المشكله ان الواحد برضو بيبقى خايف ان اي حد من الجمهور بيجرب. لسه برضو اتفضل. لسه برضو هامن الميه ديت. انا كنت بعمل لها دلوقتي الميه دي ميه عاديه ولا ميه بملح؟ ميه بملح. ادي الملح اهوت وادي الميه. تمام، عشان الناس بتقولش ديت مش ميه. اقدر الميه اشرب خالص. دي الميه اللي انت حطيتها هنا؟ اه، ميه عاديه خالص وملح. وبعد كده برضو السلوك اللي موجوده دي انت مسكتها عادي وانت حتى في الكهرباء؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي كهرباء. الناس بتقول بالكهرباء وموت وخطر وكهربنا كلنا، ادي مسكتها بايدي ومفيش اي حاجه.